هذه صورة يعني كثير اعتز بها. الله يرحم الراحل احمد. هاي نادي عراقنا. خليك كمل هذه الصورة. هذه صورة بنتي دينا، هاي عمرها سنتين، انا كنت اصطحبها للتدريبات. الله يحفظها. ف يعني هذه صورة تذكارية. اي نعم، خلال التدريبات. دينا الان ماجستير، خلصت ماجستير جراحة تجميلية وجه وفكين، وتعمل في مؤسسة كليفلاند اوهايو بامريكا. حلو. الصورة الاخرى نادي عراقنا اللي كان مسؤوله الاخ احمد الفلوجي، كابتن ايوب كان يعني بالسويد فزارنا، وهذول مجموعه من الشباب اللي هم نادي عراقنا، انا كنت مدرب الفريق. دقيقه، انا ما عرفتك، وينك؟ انا بصف كابتن ايوب اللابس. متغير دكتور كاميرا. الصوره هذه صوره سنه 2010. يعني قبل 13 سنه. طولة العمر ان شاء الله. الله يخليك. الصوره الاخرى